بالله. طبعا صيغه المبالغه طبعا هي اسماء تشتق من الفعل الثلاثي غالبا اذا هي غالبا تشتق من الفعل الثلاثي تدل على حدوث الفعل بكثره طبعا او المبالغه في الصفه يعني اما ان تدل على ان الفعل يحدث كثيرا او المبالغه في الصفه انها يعني كثيره في هذه الصفه في هذا الشخص مثلا طبعا أشهر أوزان هي صيغ المبالغة كثيرة ولكن أشهر أوزان صيغ المبالغة وأكثرها استخداما هي خمسة أوزان. يعني هي خمسة أوزان، أولا مفعال قال الله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرار، إذا كلمة مدرار. كذلك هنا إذا مفعال على وزن مدرار. كذلك فعال، قال الله تعالى: إن الله كان تواب هكذا. فعول مثل إن وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذا ظلوم وجهول على وزن ماذا فعول كذلك أيضا فعيل فجعلناه سميعا بصيرا فاعل مثل خصمون لأن أصل أصلها خصم على وزن فاعل هكذا طيب هنا صور استعمال صياغ المبالغة العاملة أو عمل صياغ المبالغة طبعا مثل اسم الفاعل بالضبط طبعا أن تأتي مقترنة بالألف واللام أو نكرة أولا آآ آآ طبعا مقترنة بالألف واللام بلا شروط يعني لو صيغة المبالغة مقترنة بالألف واللام تعمل بلا شروط يعني مثلا عندما نقول القتال طبعا قتال على وزن ماذا فعال طبعا صيغة مبالغة عن كثره القتل يعني. طيب لو نلاحظ القتال الابرياء فرعون، من الذي يقتل الابرياء؟ فرعون، اذا فرعون هنا فاعل. طيب الابرياء مفعول به. طيب نلاحظ هنا ان صيغه المبالغه هنا هنا نصبت مفعول به لان هذا الفعل متعدد. يرفع فاعلا وينصب مفعولا كذلك صيغه المبالغه منه ماذا ستفعل؟ سترفع فاعلا وستنصب مفعولا به. هكذا اذا الابرياء مفعول به لصيغه المبالغه. هكذا وفرعون هنا فاعل لصيغه المبالغه. طبعا نلاحظ هنا ان صيغه المبالغه تعمل بلا شروط لانها ماذا؟ اتصلت بها الالف واللام. اذا العامل هنا صيغه المبالغه القتال طبعا و والمعمول هنا الابرياء وفرعون. طيب، اما لو اتت مجرده من الالف واللام، اذا طبعا ان تدل على الحال والاستقبال لكي تعمل وان تكون مسبوكه بنفي استفهام مبتدا الى اخره، مثل ما قلنا سابقا في اسم الفاعل. طيب، اولا لو انا قلت ما معطاء ما له الفقراء الا الكريم، طيب لو نلاحظ هنا معطاء على وزن مفعال طيب هنا لو نلاحظ أن أن الفعل أعطى ينصب مفعولين يعني لو أنا قلت أعطى مثلا محمد مثلا ما له الفقراء لو نلاحظ المال مفعول بأول والفقراء مفعول به ثاني إذا الفعل هذا ينصب مفعولين كذلك صيغه المبالغه ستنصب مفعولين المفعول الاول المال طبعا لان كذلك المفعول الثاني ماذا الفقراء اذا هنا نلاحظ ان صيغه المبالغه نصبت مفعولين هكذا طيب إذن هنا نلاحظ أن صيغة المبالغة أتت هنا نكرة رغم ذلك أنها تعمل لأنها سبقت بنفي. طيب نأخذ مثال مثلا أو استفهام مثل أرحيم أخوك أطفاله طبعا رحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة من الرحمة. طيب لو نلاحظ أن رحيم أتت نكرة ولكن هي ستعمل لأنها سبقت بماذا؟ باستفهام. طيب كأنني أقول بالضبط يرحم أخوك الفقراء، إذا أخوك هنا فاعل وأطفاله هنا ماذا؟ مفعول به. مفعول به، لنلاحظ هنا أن صيغة المبالغة رفعت فاعلا وهو أخوك ونصبت مفعول به وهو أطفاله. هكذا، إذا هنا تعمل لأنها سبقت بماذا؟ سبقت باستفهام. حتى نلاحظ هنا العامل صيغة المبالغة رحيم على وزن ماذا؟ فعيل رفعت فاعلا وهو ماذا؟ أخوك ونصبت مفعول به وهو ماذا أطفاله هذا. طيب نأخذ هنا آه الحق قطاع، اه لا ننسى هنا أن طبعا رحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة على وزن فعيل. طيب الحق قطاع سيفه الباطل الباطلة. لو نلاحظ هنا قطاع على وزن فعال والحق اسم في أول الجملة مبتدأ وأخبرت عن الحق أنه قطاع إذا خبر طيب الحق قطاع سيفه الباطل ما الذي يقطع السيف إذا السيف فاعل القطع يقع على من؟ على الباطل إذا مفعول به كأننا اقول يقطع سيفه الباطله بالضبط اذا نلاحظ ان قطاع هنا صيغه مبالغه على وزن فعال رفعت فاعلا وهو سيفه ونصبت مفعول مفعولا به وهو ماذا الباطله طيب هنا نكره ما المصوغ الذي جعلها تعمل هنا لانها سبقت بمبتدا وهو الحق رغم أنها نكر ولكن هي سبقت بمبتدأ لذلك تعمل. آه لذلك إذا العامل صيغة مبالغة وهي قطاع على وزن ماذا؟ فعال. رفعت فاعلا وهو السيف ونصبت مفعول به هو الباطل. إذا المعمول السيف هو الباطل. طبعا صيغة مبالغة رفعت السيف ونصبت الباطل. كأنني أقول بالضبط انظروا يقطع سيفه الباطل إذن السيف فاعل والباطل مفعول به هكذا كذلك أيضا عندما أنا أقول جاء طفل فاطن عقله لو نلاحظ جاء فاعل طفل فاعل فاطن صفة يعني نعت عقله هنا فاعل طيب لو نلاحظ هنا أنني هنا وصفت الطفل أنه فطن إذا الطفل هنا موصوف لا ننسى هذا وفطن على وزن فاعل صيغة مبالغة على وزن فاعل هكذا والعقل هنا كنا نفعل إذا صيغة المبالغة هنا رفعت فاعلا وهو ماذا العقل هو عقله هكذا لما رغم أنها نكرة ولكن لما لأنها سبقت بموصوف طب ما هو الموصوف طفل لأنني وصفت الطفل أنه فطن لأن هنا جاءت صيغة المبالغة جاءت صفة أو نعت للطفل لذلك هنا أن صيغة المبالغة فطن سبقت بموصوف وهو الطفل لذلك هنا تعمل لذلك هنا صيغة المبالغة فطن على وزن فاعل رفعت فاعل وهو عقله طب والعقل طبعا فاعل لصيغة المبالغة فطن وكذلك في النداء مثلا يا سماع سماع على وزن فعّال. سماع على وزن فعّال. هنا لو نلاحظ هنا آه القرآن أبشر، إذًا القرآن هنا كأننا نقول يسمع القرآن، القرآن هنا مفعول به. لا ننسى أن الفاعل مستتر. طيب، آه مفعول به لأن سماع طبعا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف لو نلاحظ هنا أن سماعا على وزن فعال جاءت نكرة ورغم ذلك نصبت مفعول به لما؟ لأنها سبقت بماذا؟ سبقت بنداء هكذا طيب نلاحظ هنا لو أنا قلت يا سماعة ال قراني اذا المعنى سيتغير آه عفوا الاعراب سيتغير وليس المعنى آه كيف هذا؟ اذا في هذه الحاله حذف التنوين للاضافه والقران مضاف اليه في هذه الحاله اما لو انا قلت بالتنوين يا سماعا القران اذا في هذه الحاله هنا منادى شبيه بالمضاف اما لو قلت يا سماعة القرآن إذا هنا منادى مضاف طبعا هنا منادى منصوب لأنه مضاف وحذف التنوين للإضافة والقرآن مضاف إليه ودرسنا هذا في درس المنادى المهم هنا أن سماعا نصبت مفعول به وهو القرآن طبعا لأنها سبقت بنداء إذا هنا صيغة المبالغة سماعا على وزن فعال ونصبت مفعول به وطبعا وهو القرآن طبعا صيغة المبالغة سماعة نصبت مفعول به وهو القرآن طبعا والفعل مستتر هكذا لأن الفعل سماعا هنا طبعا متعد يرفع فاعلا وينصب مفعولا هكذا